جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة تمثل تهديداً أمام المنطقة العربية في تحقيق التنمية والاستقرار، ربما كانت أهم النقاط التي كانت محور المناقشات خلال فعاليات الاجتماع الأول لجمعية النواب العموم العرب. لذا أجمع الحاضرون على ضرورة التعاون القضائي الدولي لمواجهة الأشكال المستحدثة للجرائم الجنائية. نؤكد على اقتناعنا الراسخ بأن تعزيز التعاون القضائي الدولي في مواجهة الأشكال المستحدثة للجرائم الجنائية هو الحل الأمثل لمواجهة الصعوبات والأخطار التي تواجه منطقتنا العربية، لا سيما وأن ملاحقة الجريمة عبر حدودنا الوطنية باتت أمرا ضروريا وحتميا. إن التعاضد والتعاون بين الدول لهو حائط الصد الصلب لكثير من الأخطار في المنطقة، سواء في مواجهة الإرهاب أو زعزعة الأمن. إن في الإسراع في العمل الموضوعي وفي الانتقال لمرحلة تحقيق أهداف الجمعية ما يعكس جديتنا فيما نرمي إليه من وراء إنشاء الجمعية، وتؤكد إيماننا التام بوحدة الهدف ورغبتنا الصادقة بأن تكون أجهزة النيابة العامة والإدعاء العام في هذه المنطقة من العالم قادرة على مواجهة التحديات والصعوبات. كما دعا المشاركون إلى تبني الأولويات المشتركة بين هيئة الادعاء العام في الدول العربية لتكون محوراً لأنشطة الجمعية وخطة عملية في الفترة المقبلة. انضمام النيابة العامة الفلسطينية لجمعيتكم الكريمة كعضو مؤسس يعد علامة فارقة في تطور العمل القانوني والقضائي الفلسطيني العربي المشترك في ظل الظروف الخاصة والاستثنائية التي تعصف بقضيتنا، حيث أن تعزيز وتفعيل علاقتنا بمحيطنا العربي سيسهم في تذليل العقبات التي نواجهها في ملاحقة الجريمة العابرة للحدود كجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. نرى أن حدوث هذا الاجتماع في حد ذاته هو أكبر بادرة للرغبة الصادقة في العمل العربي المشترك في مكافحة مهددات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ومكافحة الإرهاب. الجدير بالذكر أن النائب العام الأردني محمد الشريدة قدم درع المجلس القضائي الأردني للمستشار نبيل صادق النائب العام المصري على ما قدمه من جهد لإعداد المؤتمر ولم شمل النواب العموم العرب. أحمد غنيم، آخر النهار.